الانتخابات وما انتخبتش انها سيئه، برغم هم معارضين يعني سيئه الانتخابات، يحبوا يعني يعملوها كما جات جات. احنا رفضنا، علاش رفضنا؟ على اسباب موضوعيه. اولها كونه 90% من البلديات اللي موجوده حاليا هي اللي محلها تو ما عادش نجم نحكيو عليها، هي يعني تنتمي للمنظومه السابقه، المنظومه حركه معها. معنا حبينا جيل هي بالخصوصيه كما دعينا نحن البارح، ورئيس استجاب يعني دعوه حركه 25 مشكور. علاش؟ لانه هما مش يعاودوا نفس الحكايه، مش يعاودوا يترشحوا لك، ومش يعاودوا يوقفوا البلديه ومورد البلديه والسلطه اللي عندهم على المواطنين، مش يعاودوا يرجعوا. نحن نحبوا يعني شد نيابات خصوصيه لمده حتى مش هذه اليه الانتخاب سي محمود والصندوق اللي يكون هو عنده القرار الفيصل. الانتخاب والصندوق، لكن انا زاد لاحظت كونه هناك عنده تجاوزات من اغلب الرؤساء البلديات، شوفوا التجاوزات هذوما في الانتخابات التشريعيه، ما نحبوش الاخطاء تعاود تتكرر. لا من هم ولا من الهيئه العليا المستقله للانتخابات، تاخذ وقت تصلح روحها الهيئه العليا المستقله للانتخابات، تحضر روحها لوجستيا. شنو تصلح روحها؟ شنو هو الاحترازات سي محمود مثلا نتاعكم؟ قلت لي نحن مثلا جينا مثلا التزكيات، قلنا راه مثلا التزكيات هذيا صارت فيها برشا مشاكل. هي ما هذه من القانون الانتخابي سي محمود. وهو كذلك ما هم شاركين فيه وهم اللي عارضونا. نحن كي كلمنا يعني رئيس يعني كي لاحظنا الوزير الداخليه مشكور ومشاو رئيس الجمهوريه وقال يعني تسكيت يقع الغائها باعتبار دار فيها الملفات، واحد بالباسبور نتاعه يقول له ما تعرفش الامضاء نتاعك، بلد كل بلديه تخدم عامله قانون وحدها، الا انه الهيئه عارضتها قالت لا يقعد نفس القانون. ها شنو اللي صار بعد؟ صار عزوف، صار برشا ناس ما تمكنوش منهم يشاركوا في الانتخابات. كان اللم التزكيات، مع العلم اللي لم التزكيات مش الكل لم التزكيات يعني بامور قانونيه، ثم لم التزكيات بامور غير قانونيه. هيك علاش احنا قلنا تتعاود يعني اعاده ترتيب البيت، ناخذ وقت تقطع المنظومه السابقه تقطع، يرجع المناخ العام نقي، الاداره تشد نيابه خصوصيه لمده 3 أو 6 أشهر، تجدد دوره اخرى حسب المجله مده عام حسب فصل 241 مجله الجماعات المحليه، وهو تدعو الى البرلمان الجديد ولا مثلا. فم عندكم احترازات على بعض الاسماء في هيئه الانتخابات سي محمود؟ والله نحن عندنا احترازات على رئيس الهيئه. رئيس الهيئه علاش؟ عندنا احترازات وعندنا يعني باعتبار هو يعني عارضنا في كل ما دعينا له نحن من انه يعني الانتخابات يعني بتاع التشريعيه ما تكونش بالطريقه هذيك، وكم التسكيات يعني يقع الغائها بعد ما يعني صارت عدة إشكاليات، سواء من الهيئة اللي مش حاضرة ولا من البلديات اللي يعني برشا رؤساء بلديات المسلمين ترشحوا. أنا عرضنا ومن بعد يعني كي عرضنا وقعوا في أخطاء اللي نحن استشرفناهم الأخطاء هذوما. بالله بكل لطف سي محمود، بكل لطف في السياق هذايا باش ما نتجاوزوش بربي. معناها مع احتراماتي ليك راهو انا اكن لك كافه الاحترام والتقدير. انا نقبل الراي المضاد للبناء مش لغايه المعارضه. انا منطقيا الكلام اللي قلته الكل معناها مجانب للصحه وللصواب الحقيقه. اقول لك علاش معناها. اول حاجه رئيس الهيئه، ناخذ الهيئه كهيئه معناها كهيكل معناها فهمتني، هو تنحى رئيس سابق معناها وحطوا هذايا رئيس، حطوا رئيس جمهوريه تم اختياره بعد بالطبيعه تدارس وضعه وكل شيء، وهو معين من طرف السيد رئيس، وفما برشا مؤاخذات. استنى هذا العطيل، هذا العطيل. ثاني حاجه خلينا نكمل لك يا سي محمود. دقيقه سي محمود بربي جوست يكمل تحليلي. اثنين انا ناكد لك كونه راهو المهام نتاع الهيئه، خاطر تخدم مع الرئيس قيس سعيد راهو ماك تعرف الرئيس اللي كاتيجوريك ما فماش لعب مهامها تقنيه ولا تتجاوز ذلك. اش معناها؟ معناها في القانون الانتخابي وحكايه التزكيات والمسائل هذيك الكل التحويرات التي ادخلت على القانون الانتخابي راي من مشمولات رئيس الجمهوريه والليكيب معناها العامل مع الرئيس الفريق العامل معناها مع الرئيس. هذا مما شنو دخله مثلا توا الهيئه مع احتراماتي ليك، شنو دخلها في الاقبال مساله الاقبال؟ اسمعني انا معاك تقنيه، لكن احنا كرئيس جمهوريه خرج وصرح وقال انا مش نقح القانون الانتخابي تتذكر ولا اي وبعد ما نقحش علاش؟ لانه فريق معسكر نقف ومشى للقطر وقال له ما تنقحش مش ما نجوش فصل اللعبه. ما هو زاد وقتها صارت اي ما فما اجيال دستوريه يا سي محمود، معناها ما يجيش تنقيح قانون انتخابي وفي وسط العمليه الانتخابيه. نضحك اكثر، انا راني معايش انتخابات وقت اللي وفات الاجيال نتاع التزكيات ومش ندخلوا يعني في الانتخابات، زاد حل الاجيال من جديد وقال لك ليه ثم دوائر وثم ناس زاد ما لمتش التزكيات. ما ذنبي انا ماني كي قلت لك من الاول ناحيه التزكيات قلت لي لا وقلت لي ما ننقحش القانون وما نبداش قانون اللعبه.
كي ثم دوائر ما لموش ما فيهاش مترشحين ولا مش تسكيت قلت لي خنزيد في الاجل هذا يقول له للهيئه ما عندوش تخفي رئيس الجمهوريه هما اللي اثروا رئيس الجمهوريه مو تتفاعل مع الرئيس الهيئه سي محمود سي محمود توا هيئه هي مكلفه بمهام الهاجس نتاعها راهو كونه تقوم بالمهام نتاعها من فضيكم ما نتكلموش مع بعض اقنعني الهيئه دخلت ولا ما دخلتش نقول لك معناها الهيئه ما عندها مهام ما عندها مهام وتسعى هي بدرجه اولى باش تقوم بالمهام نتاعها على احسن ما يرام يلزم تتفاعل معناها مع شويه سي فتح نسمع مانيش نرمي فيه سقطات على الهيئه راني ما عنديش معاها مشكله شخصيه انا جيت كنت استشرت لك المشاكل لان عندنا ناس دي استراتيج في الحراك قلنا لك راك توقع فيهم الاخطاء هذوما راك جايهم ولكن علاش ما قدمتوش المقترح هذا سي محمود الى رئيس الجمهوريه قبل ما يقدم القانون الانتخاب لا احنا قدمناه رئيس الجمهوريه في اللجان الاستشاريه رئيس الجمهوريه اعطى ما تعرف القانون انا نجم قانون انت تنجم تهبط غدوه قانون يظهر لك باهي لكن في الواقع والتطبيق يجي قانون ما يطبقش نظرا لعده معطيات ولا ظروف ما يتمشاش مع المرحله. احنا كي لقينا قانون ما يتمشاش مع المرحله ومازلنا في بر الامان قلنا خلي رئيس الجمهوريه ينقح ينقح فصل ولا اثنين ولا الجمهوريه مشي معنا وسمعنا وباش ينقح. ما هو الخطوه هذيك لو كان تمت سي محمود لو كان تمت الخطوه باش يتم التشكيك من بعد في العمليه الانتخابيه خاطر لاقت ردود فعل كبيره. معاك يا خويا في المنطقه نتاعك لكن علاش انت مالا في اخر الفتره نتاع التسكيات مشيت انت كهيئه طلبت من الجمهوريه مشي مدد الفتره نتاع يعني التسكيت باش عندك انت الدوائر هكا نقحت انت لهنا ابقى في الاول ما تنقحش وفي الاخر تنقح انا في الاول المرحله نتاعي في اريحيه اكثر من اني نقح في الاخر خاطر في الاخر انت احترت روحك انت وريت روحك انت سي محمود دوائر ما عندكش مرشحين سي محمود شو هذا موضوع اللي انا حكيت فيه برشا في الاعلام كنت نرجع للمجلس الصحفي نتاعنا تلقاونا نحن اللي حكيناه كله ويعني الاخطاء الكل وقعوا فيها هم يتحملوا مسؤوليتهم في كل حالات معنا باش نقعدوش يعني نرجعوا بونارير بس لان نحن توا في محطه اخرى وفي بالي اخر نحن توا في مرحله نتاع اعداد البرلمان ونحن طلبنا رئيس الجمهوريه باش يحل البلديات يا خويا ياخذوا راحتهم ما هوش مانع يا اخي سامحني في 2011 ما جاوش خلاو نيابه خصوصيه سبع سنين من 2011 صارت انتخابات 2018 اللي هي اكثر من حتى المده النيابيه المنتخبه نتاع خمس سنين ومن بعد الناس كلها رحبت بالانتخاب سي محمود الناس كلها رحبت بالانتخابات البلديه بمجله الجماعات المحليه والى غير ذلك اليوم النيابات الخصوصيه كي باش ترجع شنو تنجم تضيف للعمل البلدي وللمناطق؟ راي النيابات الخصوصيه هم مش قاعدين يعملوا الاخرين هم قاعدين يخدموا في الحفره يتعدى عليها 100 ما احنا نحبوا اللي يخدموا النيابات الخصوصيه باش تخدم احنا قلنا ما هي منظومه قديمه مش قاعده تخدم خويا نقي المناخ باش تتكافئ الفرص شد النيابات الخصوصيه شد معتمد ولا كتب عام بلديه للاداره السير فيها كتب عام بلديه يعمل اربعه خمسه سته من الناس والادارات المحليه اللي معاه باش يسيروا اهم اللجان في انتظار يعني تشكيل في انتظار تشكيل يعني انتخابات جديده وفهمت موعد يعني انتخاب جديد عن تاريخ يعني المرسوم اللي شافته رئيس الجمهوريه والا البرلمان الجديد اللي باش يعني يقوم بالانتخابات. سي محمود انا بكل صدق الحقيقه بكل صدق توا اداء ومردوديه العمل البلدي مساله معناها ما نقولش ما عندهاش اهميه هامه وهامه جدا وهي الاساس معناها لكن توا ثانويه بالنسبه للواقع اللي موجود نقول لك علاش لا هو الواقع في تكريم القاعده الشعبيه والجماهيريه موجوده في البلديات اكثر من البرلمان وهي اللي باش تحدد مصير البلاد وتحط حتى مصير يعني متفاهمين هذه تدخل حتى في اطار السياسه نتاع الدوله الجديده نتاع البناء القاعدي نخليهم انا نفسهم هم معارضين المسار ويرجعوا في البلاد خنكمل لك انا رايي سي محمود كل لطفة سي محمود خنكمل لك رايي سي محمود صارت من المنظومه السابقه سي محمود اسمعني خنكمل لك رايي انا نقول لك يعني نقول لكم متاكد يعني فهمتني حسب توجهات وخيارات السيد رئيس الجمهوريه انسان رئيس منتخب شرعي عنده توجهات وعنده خياراته انا يعني نقول لك مسبقا بونجي العمل معناها الامور الترتيب الاجرائيه تجي بعد اما هو من الاول سيد الرئيس قال منظومه فاسده معناها بما فيها البلديات راهي مش تتحل ما تقول ما يخليهاش معناها باعتبار هي تابعه منظومه سابقه نقول لك حاجه اخرى توا تم التلميح اليها والايام بيننا عندك كيما تمثل قانون الانتخاب عندك توا قانون الاحزاب مش يتمس لان نظرته للاحزاب ماك تعرفها الرئيس قانون الجمعيات مش يتمس انت تعرف قانون الصحافه مش يتمس انت تعرف نظره السيد رئيس الجمهوريه وهو الرئيس معناه الشرعي الموجود حاليا هذه كلها مش يطالها زاده التحرير والتغيير واضح الظروف الاستثنائيه بعثي بتركيز البرلمان شخص من الظروف الاستثنائيه وباش يجي البرلمان شو اللي في الظروف العاديه
هو اللي باش ينظر في مشاريع قوانين هذه، ينقع قانون الاحزاب، ينقعش الجمعيات. معنا عطينا توا الاجراء المحمود اللي صار، وتونس كان مستنى فيه، وحل البلديات ولا تشكيليه بالخصوصيه. باهي. ما صار واسمها واقع. كان متوقع من قبل، كان متوقع حل البلديات. وهو كذلك باهي. التايمينغ تقول لي جاء بكري جاء مأخر، هذا هو الموضوعية يعني يحددها رئيس الجمهورية باعتباره عنده معطيات أكثر مني ومنك. باهي سي محمود. توا البلدية تحلت. خلينا نخمو في المرحلة الجاية. باهي، قبل ما نسألك على موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان، قبيلة أشارت إلى المناخ السياسي يعني في تونس، قلت المناخ السياسي ما يسمحش بتنظيم انتخابات حاليا. اليوم فما تصريحات لرئيس الجمهورية يتحدث فيها على المجرمين المتآمرين الإرهابيين، وحتى كلمة وزير الداخلية في بنغادين زاد أثارت برشا جدل، واليوم فما برشا منظمات اللي هبطت بيان استنكرت فيه وطالبت وزير الداخلية بالاعتذار. شنو تعليقك على هذا الخطاب من قبل أعلى هرم السلطة ووزير الداخلية اللي نجم يكون متشنج يعني، وأحنا في حاجة إلى خطاب مطمئن وخطاب هادئ وخلي الأمور تمشي بطبيعتها في القضاء والمحاسبة إلى غير ذلك؟ والله كان تحكي أنت عن خطاب السيد وزير الداخلية ولا خطاب رئيس الجمهورية، راهو ناس يعني متجندة لخدمة الوطن، ويعني حقيقة يعني إنسان تخلى في مرحلة كيما هكا قام يعني خدم عجلات المحاسبة وقطار المحاسبة، يعني شمل يعني بؤر الفساد، لأنه تونس ولات ملغمة بهم ومتآمرين على أمن الدولة الغذائي، يعني يصدحهم الشعب بالدواء يخلوه للي توفى أجاله يعني تاع الصلاحية نتاعو. يعني كانوا عاملين برنامج باش يقع سحب جميع المواد الغذائية الأساسية من تونس مع أول يوم في شهر سيدنا رمضان، هذوما الناس كان يعتبرهم أنا إرهابيين. وكيفاش تحب اي شخص يعني انا بدي كي نحكي عليهم ننفعل، مش رئيس ولا وزير، اي شخص تحكي عليهم ينفعل، لانهم هما يعني عملوا تكوين وفاق اجرامي في حق شعب تونس، الكل هذا على الطرح، كلهم باين البلاد، جرام وطنيه ما فيهمش. اي ما وخلي القضاء، خلي القضاء ياخذ مجراه سي محمود، والشعب في حاجه الى طمأنه. في اطار تصفيه خصوم السياسيين للمرحله الحاليه، قلنا راهو كان جاي يحب يصفي خصوم السياسيين، راهو عملها نهار 21 25 جويليه 2021. هذا الرئيس نتاع المطار قال لا انا ما نصفيش، ما عنديش خصوم سياسيين، هذوما كلهم ولاد الشعب، لكن كل من ثبت في حقه تورط وتورط في جريمه معينه راهو القضاء بيناتها هيك. علاش؟ كي هما تورطوا في الجرائم هذوما ولا يشككوا ويخونوا في كونها جرائم ملفقه وكونها يعني من باب تصفيه خصوم سياسيين، قلنا لهم يا سيدي البارح حمد الصحفيه، اي سيدي نعملوا جلسات محاكمه علنيه باش، لانهم هما فما اعترافات وفما بدايه حجه وثم يعني تسخير قضائيه وقانونيه. ثم اللي استعرف فيهم بالتهم. وكذلك فاش جبدوا بعضهم هما في اطار الاعترافات وثم اثباتات وانسجام. باش تصير المحاكمات العلنيه هذيا. باش يعرف الشعب التونسي هاو سيدي هذوما وقع ظلم هما اللي، لانه نحن ضد الظلم والرئيس الجمهوريه بيدو ما يحبش يظلم العباد. انت سي محمود الطالب بمحاكمات علنيه في وسائل اعلام محليه واجنبيه، قلت البارح في الكونفرنس دو بريس. هما مستقبلين علينا بالاجنبي. باهي دقيقه برك. ما عرفتكش المره اللي فاتت، هما عملاء، انا ما عرفتش المره هذيك، هما عملاء. على حد وصفك سي محمود، على حد قولك. باهي سامحني، هاو الدول الاجنبيه باي موضوع نحكيو فيه نحن يطلعوا فيه طبعا نحكيو. حكينا موضوع على فارقه اولو يا سيدي ممكن توبه تاع حقوق الانسان، البارح بريطانيا قد سمعت كل حد البلاد ان شاء الله حتى فرنسا والماني بلاش اوراق يغادر التريتوار تاعها، ما تحكموش فيها في السيده الوطنيه نتاعها، ما تحكموش فيها. انتم كي غايبينكم الافارقه، زي احنا رانا ماناش عنصريين، دستورنا مش عنصري ورئيسنا مش عنصري، احنا مش عنصريين بالعكس نحبوهم يتنظموا في اطار القانون. يا خويا هاتوا نهزهم لكم الكل الافارقه نمدهم في اوروبا اقبلوهم، تقول لك لا لا هم مش روحهم يتصوتوهم لهنا، وقت اللي نهار يحبوا ينزلوا على الفلتة باش يخرجوهم من الشارع للفوضى ينزلوا عليهم، هذا هو شنو برنامج كنتم كنتم ديمقراطيين، نحن ما عنصريين يا سيدي، نحن عنصريين يا سيدي، ورينا الديمقراطيه نتاعك، ورينا اللا عنصريه نتاعك، هزهم عندك تقول لك لا، تقول لك لا. البارح صار البارح سي محمود صار لقاء مهم بين رئيس الجمهوريه ورئيس غينيا بيساو، وكان فما يعني حوار بيناتهم تم تمريره على صفحه رئاسه الجمهوريه. تعتقد انه بهذا اللقاء باش يتم تطويق يعني هذه الازمه اللي تمت؟ والله هو بيدو الرئيس نتاع غينيا بيساو تصريحه كان واضح، وقال انا نعرف ان تونس دوله صديقه ودوله يعني ما عمرها ما كانت يعني من بين الدول يعني اللي عندها تمييز عنصري، بالعكس دستور 25 جويليه 2022 في طوأم نتاعو اللي هما ينسبوا فيه، قال لك الرئيس عمله وحده، قال اللي تونس يعني دوله منفتحه تحمي الاقليات في الجنسيه والعرقيه في اللون وفي الانتماء السياسي وفي الانتماء يعني في المعتقد الديني،
ما نتصورش يعني العالم كامل يعرف اللي هي ولات حمله ممنهجه. واضح. حمله ممنهجه. سي محمود. يقودوها المعارضه السياسيه للفضل يعني الشعب التونسي، ويقودوها الناس اللي عندهم مصالح، هذوما اجانب عندهم مصالح في تونس عبر هؤلاء العملاء. واضح به سي محمود، بحكم زاد قربكم لرئيس الجمهوريه وكل، نجموش نعرفوا اليوم وقتاش باش يتم عقد اولى جلسات البرلمان؟ ترى قل لي كان عندك معلومه، خلي يكون عندنا سبق سي محمود. والله هو بحول الله من الاسبوع المقبل. الاسبوع المقبل بحول الله. من هوني ل 15 مارس يعني. واو كذلك. باش يكون نهار 15 ولا قبل سي محمود؟ لا ممكن قبل، ممكن نهار ممكن 15. قبل. باهي واضح. البرلمان الجديد توا نحكيو عليه سي محمود، قاعدين نسمع في برشا تصريحات، واكيد عنده مسؤوليه كبيره امام النواب الجدد. كيفاش محضرين رواحكم في حراك 25 جويلية لانطلاق العمل البرلماني، وهل الكتله تغير الرقم نتاعها؟ والله بالنسبه نحن عندنا كتله برلمانيه محترمه، هناك يعني عدد مش نعطيك عدد صحيح باعتبار يعني هناك بعض التحالفات، هناك بعض الاسماء اللي كانوا مستقلين ودخلوا معنا، وثم برشا يعني معنا وجه تحفظ كبير باعتبار يعني كما قلت لك نرجع نفس المشكله، راهو صدقني راهي هي حرب، وانا كي قلت حكومه حرب راني ماشي راني نتكلم مش من فراغ، ثم ناس مدخله في الشان التونسي من برا، ثم امير نتاع قطر، ثم ناس كانوا في الحكم قبل الوزراء من رجال اعمال تسير، وتحب تشر النواب، انا نحب نقول للنواب تحملوا مسؤوليتكم التاريخيه، راهي البرلمان ما عادش كيما البرلمانات السابقه، راهي ماهيش سلطه، راهي مجرد وظيفه باش تخدم الدراب نتاعك باش تخدم بلادك. راهو نحن لا للسياحه العزبيه والتونس ليست كعكه لا تشترى ولا تباع. واضح. هيك علاش انا عندي بعض يعني بعض التحفظ في العدد نتاع النواب، نحن نقعد في كتله كبيره باش تكون مسانده لمسار 25 باش تخدم في انسجام تام مع حتى نعطيه صوره جديده على البرلمان، ما تكونش الصوره القديمه القاتمه اللي فيها تجاذبات وعرك ومعروك وفيها سياحه حزبيه ونواب تشترى، وشفنا شنو اللي صار والعواقب وشنو اللي صار في الشعب التونسي وشنو اللي صار يعني. والبارحه الرئيس حكي على اللي خذاه 100,000 دينار يظهر ولا 150. صدقني جاوا النواب نتاعنا يشريوا فيهم اكثر حتى من السوم هذوك. جاوا يشريوا في النواب حراك. ما هو كذلك. معناها كذلك معلش من شكون سي محمود؟ من شكون سي محمود؟ هذو مش تنفعل برك. باهي من شكون يشريهم؟ والله يعني قلت لك انا ثم امير من قطر يعني وتعرف المنظومه نتاع قطر شنو هي منظومه الاخوان مع وزير ماليه سابق في حكومه يعني النهضه اللي هو تو مقيم في قطر، هارب قطر وين باش ما يهبطش. وزير ماليه مقيم في قطر. اي مع رجل اعمال يعني موجود يعني نافذ. وقاعدين يعني يشريوا في كتل النواب وعاملين ديزنترميديير ويجا معانا حنعملوا كتله نيابيه باش نسهلوا يعني عدم المحاسبه وباش ما نمرروش القوانين في تونس وباش نبلوكيو البرلمان باش يتحل. هذه دعوه من علاش ما تقولوش بالاسماء سي محمود للراي العام، خلي الشعب يعرف. البارح في الندوه الصحفيه ذكرتهم وانا ضمن الجهات الرسميه التونسيه على علم بهم وتعرفهم، وانا مانيش باش نقعد يعني باش نخدم خدمة الإعلام والقضاء والسلطة والسياسة، على الأقل عندي دو تروف فوليه نخدم فيهم وصوتنا وصلناه لأعلى مستوى في تونس هو محل متابعة. المفروض يقع فتح تحقيق في هذا الموضوع لأنه ليس بالهين معناها. عدة نواب ليس بالهين اللي مش بشدة طريق خاصة يعني إذا كان ثم نواب معنيين وفما اتصالات معناها وقعت. هو كذلك. يلزم متابعة هذا الأمر معناها خاطر الأمر ليس بالهين. المسار وقاطعين الانتخابات ومن شيء راهو تشوف يعني هما الأولانيين متزعمين عبر الغواصات وعبر يعني محاولة شراء الذمم. ثم سؤالين بالله سي محمود يعني. سي محمود مع احتراماتي مجددا لشخصك الكريم استاذي الكريم زوج سؤالات عنده موعد اخر سؤال الاولاني بربي سؤال الاولاني فيما يخص رئاسه البرلمان انا يعني باختصار قول رايكم وتحسمش فيه. السؤال الثاني وهو الاهم بالنسبه لنظري احنا في بعض كان ما تراش مانع قلت ما عنديش اسم راهو لرئيس البرلمان هكا هو سافا باهي باهي لم يقع الحسم فيه معناها حتى تجي الجلسه معناها الافتتاحيه. بالنسبه للمساله اللي قلت لك اهم
احنا ماذا ننشد معناها من وراء؟ هل التقدم معناها في تنفيذ معناها المخطط نتاع رئيس الجمهوريه والاجنده نتاعو هو معناها تنقيه الاجواء السياسيه وتامين حد ادنى من الاستقرار السياسي في البلاد باش تولي تفما تنميه ودولاب يدور وهلما جرى المعقل الاخير ديما يقولوه بين قوسين معناها هو الاتحاد العام التونسي للشغل. شنو ترى انت معناها رايكم ك كطرف معناها فاعل في المبادره نتاع الاتحاد وفي الاتحاد التونسي للشغل؟ انا فهمتك خليني نزرب فيه ساعه خاطر ما عادش عندي وقت. تفضل. انا راني الموضوع هذا ترجع للادوات الصحفيه نتاعنا تفهموا نحن رانا كاتيجوريك وموقفنا واضح. نحن باش نلخص لك نقدروا الاتحاد والعمل النقابي ودوره في الحركه الاصلاحيه الوطنيه وحركه التحرير وحشاد وصباح الجرب كل نقدرهم. لكن انا ديما نقول الاتحاد كل اعطيناه فرصه واكثر فرصه باش يكون موقفه تاريخي خاصه في وضع الاقتصاد الاجتماعي الحالي، يجب ان لا ينحاز وراء الاحزاب السياسيه، يجب ان لا ينحاز وراء المنظومه السابقه وراء حركه النهضه ولا صرح بي اخر مره حمد همامي وقت اللي غلطت وقال نحن مش وقت الغنوشي ولا شنو تبعوا انتم على ما نظن. نحن قلنا له يعني انت حط على بصرك التاريخي وليت تعرف السياسه وليت تثقب الاجنبي، احنا يطلبنا المحاسبه في اطار يعني الاموال نتاع الاتحاد، العقارات اللي بيعمل الاتحاد، الثراء الفاحش تطلع على بعض سيادات الاتحاد. شفنا الايقافات الاخيره لنقيب الكتبه نتاع المحاكم للمبلغ الخيري لقاو عنده، اذا نحن لهنا نبلشوا الشرفاء، لكن يا اخي الكريم في اطار المحاسبه انا اعيدك واؤكد لك وهذا خذ سكوب، راهو لن يستثني اي شخص ولن يستثني اي جهه ولن يستثني اي يعني هيكل. واضح تحت المسار نتاع الدوله هذيا وتحت مسار 25 ما ثم حتى فوق القانون فوق الدوله. واضح. شكرا لك سيد محمود بن مبروك نطق رسمي باسم ان شاء الله. تحياتي لك سي محمود بن مبروك نطق رسمي باسم حركه 25 جويليا، بارك الله فيك على قبول الدعوه. بعد شويه باش نحكيوا على كلمه وزير الداخليه في بنقردان اللي اثارت حفيظه عدد من المنظمات والجمعيات، اكثر من 30 منظمه وجمعيه اصدروا بيان مشترك ندوا فيه بهذا الخطاب.